رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا بقى، انا عملت حاجه في العيش، انا بحب احطه كده ياخد من الريحه بتاعه تحمير البرجر، ياخد يدي بس خطوط كده في الشاي، ولو على الشوايه الفحم بنعمل كده برضو. وحطيت السلايدز الجبنه فوق البرجر قبل بقى ما تبدا تطلع، هديت الدنيا وسبتها تسيح كده بهدوء. حطيت هنا اللي انتوا عايزينه بقى في الساندوتش، يعني ممكن اعمل واحد كمان معاكم دلوقتي. خلينا ناخد كده شويه من المايونيز مثلا هنا كده، وبحب احط معاها برضو رشه من الكاتشب، وبعدين هاخد خس. كده. وهاخد هنا برجر رايق. خلينا نحط هنا دي، عشان انا حطيت كده لايرز من طماطم والحركات الحلوة اللي هي فيها الفلفل الهالتينيو والخيار المخلل والبصل. هنحط هنا كمان زيهم اهو كده، وهناخد من الطماطم، وهناخد الخيار كده في النص ثلاثة، وهناخد الهالبينيو. ممكن نفرم الهالبينيو ده مع صوص الثاوزند ايلاند، مفيش مشكلة لو انتوا حابين. وهاخد البرجراير الصوص جمال. ممكن بقى نحط شويه كده هنا فوق من كاتشب، ده لازم فوق الجبنه عشان تدي طعم حلو. واللي عايز مسترد ممكن برضو كده، واهو وهنبدا نحط اللي احنا مقدمينه برضو من اللحم اهو. بصوا كده هنا، وتعالوا نشوف، ممكن نرص هنا شوية حلوين. اوكي، خلينا بس ناخد دول، نبدأ مقادير الفراخ وننزل الوصفة عشان نشتغل مع بعض. بسم الله بسم الله. عندنا نص كيلو او كيلو من الدجاج، لو على الكيلو هناخد 2 من التوست المفروم، نص كوبايه من اللبن، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من البصل الباودر، ربع معلقه صغيره من السماق، ملح وفلفل، معلقه من زيت الزيتون. التقديم نفس التقديم، نفس الخواص اللي احنا عايزينها، اللي هي تكون الخس بقى، الكاتشب، المايونيز، الحاجات الحلوه اللي حضراتكم تحبوها. طيب كده، وامسح هنا وبعدين هنقدم ده هنا كده، وبعدين هنقدم معاه كاتشب تاني ومسترد. اللي عايز بقى يحط بانفريت، فرنش فرايز، بطاطس الرفيعه، على حسب برضو الحجم، بطاطس ويجس، اللي انتوا حابينه وعاوزينه. طيب هنبدا دلوقتي نجيب كده الفراخ ونبدا نشتغل فيه برجر الفراخ. اول حاجه خلينا ناخد نشيل بس الجرال ده ونبدأ نشتغل على بسم الله. الايه، انا هحتاج الكبة الصغيرة كده، ادور بس الفراخ شوية، الفراخ شوية مختلفة عن اللحمة في الجزئية دي. وهقول لكم برضو في فكرة لطيفة للناس اللي بتبقى بتنزل سوائل منها كتير، ممكن نقول معلقة بقسماط او العيش التوست اللي احنا يعني ممكن نستعيد عنه لو في توست. طيب هبدا اخد كده الفراخ بسم الله، هنحطها ونحط التوابل اللي احنا اتفقنا عليها بسيطه. يمكن الفراخ بتحتاج شويه طعم اكتر من اللحمه، لان طعم اللحمه بيختلف شويه، فالفراخ ممكن تحتاج منكهات.
عشان كده احنا ممكن نحط للفراخ منكهات حلوه عشان نستمتع بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده. وبعدين هناخد البابريكا تقريبا معلقه، ورشة السماق، وطبعا ده اختياري، عايزين تحطوا مكانه اي حاجة تانية ماشي، التوم الباودر او البصل الباودر لو حابين، عشان تفضل ناعمة ومحتفظة بنفسها. طبعا في برضو رشة جوز الطيب اختياري لو حابين، وهنحط الملح والفلفل. هنحط الفلفل، وخلينا ندور دول الاول مع بعض قبل ما نضيف التوست. حط بس ده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قبل بقى ما اكمل الخلط هعمل ايه في التوست؟ حاجه من الاثنين، عايزين تشيلوا حروف التوست اوكي، بس انا شايفه انه بالحروف هيبقى كويس. انا هاخد اتنين، انا بما اني عملت الكميه نصها فانا هاخد واحده بس، هتتحط كده في اللبن تتبل وتتشرب وتتعصر، وممكن البديل ليها بقسماط جاهز لو انتوا حابين. بس طبعا التوست سبحان الله بيدي طعم حلو قوي، لان هي بتبقى التوستايه لسه نيه، يعني ابيض ما اتحمص وبياخد التحميره، فبيدي تيست حلو غير البقسماط شويه، لكن الاثنين ينفعوا وهيبقى جميل جدا. والفراخ محتاجه حاجه تديها قوام شويه غير اللحم، ماسك نفسه وعنده القوام الخاص بيه من الياف اللحمه الحلوه دي. طيب هاخد كده، هبدا بقى ايه، اطريها بس كويس قوي، وبعدين اعصر الكميه دي كده بظهر المعلقه كده، ونبدا نضيفها فين؟ في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ها خلاص تتعصر كويس، وزي ما قلت لحضراتكم ينفع البقسماط كمان. خلاص كده اهو، الاهم في الموضوع بقى ان احنا نسقعها كويس، نشوف التيست اللي احنا بنحبه، او يعني المكونات اللي هي فيها التوابل اللي احنا بنحبها علشان نبقى مستمتعين بيها. بنفس الطريقة وفي نفس المكبس، وهاخد برضو معاه الورق اللي احنا عاملينه من اكياس التلاجة، حط كده، وهاخد كمية حسب الكمية اللي انا عاوزاها، هفترض ان هي دي، اني بس اجرب، وهحط كيس تاني عشان الفراخ دي طريه، مكبس بالمكبس، لانها مش هتبقى زي اللحمه ليها قوام. قلت لحضراتكم في نسبه الحاجات اللي في اللحمه او قوام اللحمه مختلف تماما عن الفراخ، فبصوا سهل ان انا اطلعها من ناحيتين اهي، وهبدا احطها في طبق اهو اهو. احنا مجهزين قبلها برضو كام واحده اهو اهي، شوف
تشوفوها كده من غير البلاستيك اهو. هسخن هنا الطاسه برضو لحد ما تسخن كويس. ادي اللي احنا لسه عاملينها الطريه، وادي اللي جامده. نعمل واحده كمان عشان بس نبقى مش تعبانين. فاحنا بنشيلها ناخد كده الكوره على حسب برضو زي ما قلت لحضراتكم الحجم اللي احنا عاوزينه. الفراخ انتوا عارفين ما بتاخدش تسويه قوي في زي اللحم يعني اهو. ممكن ناخد واحده كمان اهو، وهحط كيس ثلاجه تاني. والاكياس دي هي نفس اللي هحتفظ بيها فين؟ في الفريزر اهي. كيس من تحت وكيس من فوق في الفراخ اهو، شايفين حضراتكم؟ هطلع كده اهو، وده هشيله بيه زي ما هو على الطبق اللي انا هغلفه فيه وهحطه في الفريزر، مش اي مشكله خالص اهو. خلاص انا بقى دلوقتي مجهزه شويه او اتنين كده نعملهم. احنا طبعا مجهزين شويه وعاملينهم بالفعل، بس عشان نبقى اشتغلنا مع حضراتكم كل حاجه فيهم لوحدها. طيب نغطي بقى هنا وهنبدا. هغير بس الجلافز. انا بسخن هنا البان بشكل كويس، تسخن قوي برضو، دي من المقاومات الكويسه ان احنا نسخن البان اللي احنا نشتغل فيه او الجريل يكون سخن كويس، علشان لو انا سبته مش كويس ومش سخن كفايه هتتفل مني اللحمه او هتلزق ومش هتبقى حلوه. فلازم نسبه دهون تكون كويسه. والجريل كل ما باجي اشيل طبقه هتلاقوا كده، تلاحظوا حتى لازم اشيل الحاجات اللي اتحرقت عشان ما تلزقش فيها وتشوه منظرها وتخليها تمسك فيها تلزق فيها. فلازم تبقى البان نظيف، حتى لو استدعى الامر ان انا انظف البان او اشتغل في اتنين مع بعض، واحده فيها اللحم واحده الفراخ عشان ابقى ضامنه. ولو لزق لازم انظفها، ما اسيبهاش كده واحط فوقها. طيب انا دلوقتي ايه بسخن كده، احط شويه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي اهو ادي بعد ما دخلت الفريزر سبتها على الاقل نص ساعه. بصوا هفتح بقى الورقه، بصوا ماسكه نفسها ازاي اهي تماما اهو اهو. بصوا الخانه دي مش موجوده بره، مش هتلاقوها بره، انتوا بس اللي هتقدروا تعملوها في البيت بالطريقه اللي تريح حضراتكم وتبهر يعني اولادكم واسركم، خصوصا كمان الشباب اللي بيلعب رياضه او بيلعب يعني بيروح الجيم وبيلعب بادي بيلدينج والجو ده، هيتبسط قوي لانهم بيبقوا محتاجين يدعموا جدا ببروتين وكمان بوجبات فيها خضروات وحاجات حلوه ومفيده. فاعتقد ساندوتش زي ده هيبقى جميل بالنسبه لهم جدا. كده هسيب دي الاول وخليني احط دي هنا عشان ما املاش البان لو انا حاسه ان، خلوا بالكم هي ساقعه، فهي لو انا حطيت اتنين جنب بعض دلوقتي في الاول هستنى بس دي الاول تشد من تحت وتبقى واخده الفريم الحلو، اول ما اجي اقلبها ممكن اضيف التانية عشان ما تأثرش على تسويتها وما تبردش الحرارة. أي حاجة طالعة من الفريزر لازم أبدأ إيه أخلي بالي من النقطة دي، حتى لو بحمر سامبوسة أو بحمر كبيبة أو الحاجة بتتحمر ما بتتسابش بره من الفريزر على الزيت سخن عميق عشان تطلع مظبوطة، وإلا هتفتح منكم وهتبقى مش لطيفة، لو سبتوها ترجع كما كانت عجين. ولذلك بنقول ان احنا مش عايزين نبرد الزيت بشكل قوي، لان ما احط واحده واثنين بتاخد من حراره الزيت فبتبرده، فتبدا الحاجه اللي انا حطيتها جوه الزيت تتشرب زيت فتطلعوها هتحسوا وانتم بتاكلوها شاربه زيت، فهتتضايقوا، مش هتبقى مقرمشه وخفيفه وما فيهاش زيت شرباه. وده من الحاجات المهمه برده، يعني الواحد ايه بالتجربه عارف ايه الاخطاء اللي الواحد بيقع فيها، احنا بنقولها لحضراتكم عشان نبقى شاركناكم وانتوا كمان تبقوا تخلوا بالكم لو لسه في حد الاول مره بيجرب. بصوا بقى زي ما هي، انا بقى هدي النار على كده ومش هتاخد اكتر من اللون ده، خلاص اهو اديها الجنب التاني وهديت بقى عليها. خلاص هي قدامها بالظبط حوالي 5 دقايق وهتبدا تبقى مظبوطه زي اللحمه بالظبط. وهوري برضو حضراتكم هنا احنا مقدمين الفراخ. بصوا بقى عايزين تعملوا ساندوتش دبل كده زي ما ساعات بنشتري، مفيش مشكله، وممكن ايه نعمل واحد برضو نجهز العيش بتاعنا. بعمل كده في العيش عشان انتوا ما شفتوش الجو ده، بحط كده هنا ممكن العيش كده. خلينا كده بصوا ادي
العيش هنا بياخد كده ايه تحميصه كده. التحميصه دي بتفرق جدا على فكره في طعم العيش نفسه. وانتوا بتاكلوا البرجرايه معاه بتبسطوا بيه جدا. اهو اهو شايفين اهو كده. وهعمل كده في التاني بس لما نيجي نعمل. وعلى حسب الحشو اللي حضرتك عايزين تعملوه دبل ساندوتش كده يبقى حاجه جميله جدا. واتفقنا انه اللحم بصوا بقى التشيز هاجي في الوقت ده وهي بتستوي بقى على الناحيه الثانيه. هروح جايبه فاتحه السلايدز الجبنه طريقه لطيفه وابدا احطها قبل ما اطلع البرجر ويكون دخل في التسويه. هبدا احط علشان تاخد الدفء والسخونيه وتبدا تسيح وتبقى ملطت من غير ما نحتاج لا ندخلها مايكرويف ولا نعمل فيها اي حاجه. هي كده. وممكن نطلع فاصل نحط بس حته كمان صغنونه هنا على التشيز نغطي هنا فتبقى كلها متغطيه. وعقبال بقى ما تسيح دي هنطلع كده العيش. خلاص تمام اخد كده تحميصه حلوه هيدي التيست وطعم حلو. نحطه هنا ونبدا نقفل الساندوتش بس نطلع فاصل صغير نرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا مستنيه حضراتكم.